انا اليوم جيت نعاود لكم اخوتي هذه القصه ديالي. انا كنت غياط من بعد خط العمر ديالي 60 عام، قلت نهرب بارك عليا من هاد 60 عام، بارك عليا من الغيطه. انا اتجهت لقنيطره، قلت غندبر لها. خدمت في العسه، خدمت معاه تقريبا ربع سنين. دابا هادي ما بغى يشوف معايا، ما بغى يتفاهم معايا حتى بحاجه. داني للطبيب، ضربني مسمار، داني للطبيب، شرى لي الدواء. بعد ما شرى لي الدواء دابا جا من داري زاوطني. ملي زاوطني في داري ما بقاش عاقل عليا كاع، بقى يشوف فيا، ما تعرفني ما والو. وانا اليوم كنطلب من الله والاخوان المحسنين، وتطلب من جلاله الملك الله ينصرو، هو يتعاون معانا. احنا الصحاب شات، وهالحاله هي كتشوفوا، ما بقاش لا نقدر نخدم، ما بقاش نقدر نتمشى. مشاو لي 74 عرق اصطناعي بالبدن ديالي. واليوم دابا كنطلب خوتي المحسنين تعاونوا معايا، وكنطلب من داك المقاول يشوف معايا في الوليدات ديالي. راه 8 الوليدات ما ساهلنش باش انا نخدم عليهم. راه الحاله مشات، الصحه مشات، ما بقاش عندي النفس اللي نخدم. 8 الوليدات راه صعاب يقول ألفهم. وأنا اليوم كنطلب من الإخوان ديالنا والإخوان المحسنين يتعاونوا معايا، ونشوفوا داك الراجل اللي خدمت عنده يتقى الله ويجي يطلب مني المسامحة ويتعامل لي مع وليداتي. وهادشي اللي كنطلب منه. وعاش الملك. وتنطلب أي محسن تعاون معايا، إن الله لا يضيع أجر المسلمين. الناس ديال الجيران، كاين نساباتي كيتعاونوا معايا، نسابي، الناس المحسنين كيتعاونوا معايا. وكاينه واحد الممرضه مسكينه هي اللي جات عندي هنا للدار وكتداويني فابور، مره كتجي عندي تداويني فابور، لا جزيها بخير وكنشكرها بزاف. ولهذا دابا انا اليوم انا ما كتشوفوا الحاله ما بقاش جات. تطلب اخوتي المحسنين يتعاونوا معايا. ولكن كتعرفوا احمد هنا في السيمان كله كيعرف احمد، والناس اللي برا بالجاليه اللي بالمغرب كلشي تعاون. لان الحرب كانت على غيار 60 عام بركه، عييت قلت ندير البديل. ولهذا خوتي دابا انا كتشوفوا الحاله، والله يجعل ربي يحن على اللي كيحن. هذا الجوج ديالي كان مشى خدام في واحد الشركه، وقع له هذا المشكل ديال صبعو، ضربوا المسمار، ما داه الطبيب خسر عليه واحد 20,000 ريال ديال الدواء، وصيفطوه ليا زاوطوه ليا هنايا، ما عقلوش عليهم مره نهائيا. وعضنت ثنايا ديتو للطبيب ديال سيدي قاسم، طلبني العمليه، قال لي هذا عنده الميكروب، طلع له ضروري خاص الصبع يتحيد له. طلبني الفلوس 70,000 ريال، قلت له انا ما عنديش الموجود الله ما عنديش. جيت للدار دبر لي عن سيبي والجيران، جمعوا لي ديك 70,000 ريال، ومشيت حيدت له الصبع. هديك 70,000 ريال هو حيد لي 10,000 ريال، قال لي انا معاونك ب10,000 ريال في سيدي قاسم. جتو للدار شدو الحريق، كيما كان الصبع كيما تحيد الصبع. بقى 15 يوم هو شادو الحريق، ما كينعس لا ليل لا نهار، وخا خرج له الدواء، مهم دايما فايق، دايما معذب معاه، دايما مخرجينو، دايما مدخلينو. هي هذه كل اللي ترجعته لسيدي قاسم، قال لي انا ما عندي ما ندير لك الدواء، انا عطيته لك الصبع انا حيدته. دابا غنصيفطك للسويسي ديال بنو سينا، يديروا العمليه يحيدوا له رجله كامله. هي هذاك ديته انا يا السويسي، شدوه دخلوني على الجواد، ما كان عندي لا راميد لا والو. على القايد عطاني شهاده ديته بها، عدوني على الناس في البيلانس من عندهم فابور، ما خلصتها ما والو. المهم شهر وعشر ايام هو في السويسي، داروا له العمليه، حيدوا له جوج صبعين، ودار له العرق الصناعي، وصيفطوا للدار. صافي جا للدار كيتبع الدواء. تنبغي انا يرجع نديه للطبيب باش ندير له الرانديفو، ما تنلقى باش نديه تنتعدم معاه، حيت عندو على الكروسه، ما عندو لا هاد ما تيزيد ما والو، عندو على الكروسه. تيتعاملوا معايا الناس، تيهزوه معايا في الطاكسي، تيديوه تيشد الرانديفو ديالو، تيوليو عاوتاني يبدلو له الرانديفو. وانا ما تنعرف لا فين نمشي لا فين نجي، ما عمري ما كنخرج ما والو من الدار، ما كنخرج نهائيا مره، ما عارفه لا فين نمشي لا فين نجي. عندي 8 ديال الدراري، عندي جوج بنات
وسته الدراري هو اللي كان خدام علينا في الدار، ما خدام حتى شي واحد. الدراري مازال عندي صغار وما عندي لا سكنه لا والو. عبا عاطيني واحد الدويره ديال الغيس انا باقا ساكنه فيها الان دابا، كل خطره كتريب ليا تيعطيوني على الناس باش نصلح. دابا الله يجازيكم بخير، وكنطلب جلاله الملك يعاوني على هاد الوليدات والمحسنين، الله يجازيهم بخير والله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم. حنا عندنا الدراري 8 ديال الدراري وما فحالناش، واحد تنقريه واحد ما كنقريهش، واحد تيخدم واحد ما تيخدمش، ما كاين لا خدمه لا ردمه. الدراري براسو دابا الدري الكبير عنده 30 عام، والد ليا بنيه، حتى البنيه ما عندهاش حتى الوريقات، وهي حتى هي معايا وهو حتى هو معايا، وانا دابا تنبغي نمشي نخدم مريضه وعاطيني العمليه باش نديرها ديال المراره، انا براسي ما عنديش باش نفتح، عاطيني باش ندير العمليه ديال المراره ما عنديش. دابا هادي عامين والطبيب قال لي ما تبغى تفتحي تعالي، ولاني انا خاصني الفلوس ما عنديش. دابا انا كنطلب من جلاله الملك والناس المحسنين يعاونونا.